شوف يا طلقه واسمعني زين، حنا نختلف يعني ما نتفق ببعض الشغلات، لكن اذا انت تعبان ترى انا خويك وبوقف جنبك. انا اللي مستغربه شغله واحده، ما انت وش سويت؟ انا اللي النباتات السامه اللي انت حذرتني منها، ايوه، اني ما المسها ولا امشي على هذيك الشجر ولا اكلها، اكلت منها يا دكتور. يا لبيب، اكلت منها؟ لان درباس، العالم درباس، قال هذا نبات مفيد وهذا نبات صحي وهذا نبات يمد الجسم بالطاقة. أنا صراحة ما صدقتك إنك تقول إنه نبات سام وإنه مضر، وأكلت منها ولمستها بدأ يسبب لي حساسية. لا إله، ما عاد أقدر يا دكتور. خلاص كذا أنت مرتاح، أنت مرتاح، عطيت المعلومة تمام ومرتاح مبسوط. الحين الرجال تعبان، يلا وش الفائدة؟ طبعا طبعا هذا العلم التجربة، هذا مو بالعلم. أنا حاولت أشوف إنه وش اللي قاعد يصير مع طلقة. هذا سقم، سقم. والحين اكتشفت إن هذا النبات سام. جرب على خويك. طيب يا أخي، أنت عارف إن هذه النبتة سامة ومن زمان وحنا درسناها. أنا لست كنت عارفا إن هذه النبتة النبات سامة. وبما أنك لست كنت عارفا يا ملقوفا تجرب على صديقك، كنت هذا العلم لازم تجريب، لازم علم. تبي تموت الرجال؟ علم ليس علم. دكتور فريد، أنا دكتور فريد، اسمع، قل له، قل له نتيجة تجاربك الرجال الآن بيروح للمستشفى. سمعت يا طلقة؟ التجارب تصبح تجارب عند العلماء، وأنت يا طلقة تضحي من اجل صديقك درباس. اقول اها اسمع، انا هذه الكلمه موجهها للناس كلهم. انا قبل ما توجه قول، انا بقول معلومه. انا مشغلك عندي صح ولا لا؟ ايوه. فانا ما امنتك صحيه. انا تاميني صحي يعني بتروح تتعالج على حسابك. الله سبحانه وتعالى دخل. اتضرع اليه وهو الشافي المعافي، ماني محتاجك ولا في حاجتك. حاجه مهمه، كل الجمهور لازم يعرفون حاجة مهمة جدا، مدام اني انا الان سمعت كلام بعد ايش عقب ما فات الفوت. ما في سمعت كلام، لا تقاطعني، اصبر اصبر. يا جمهور، فينا احنا في الاماكن العامة، في الغابات، في اماكن ثانية، ناس اعداء للبيئة، بس مو بلازم يلبسون لبسي او لبس طلقة. هي التصرفات تتشابه. يا ابن الحلال اصبر، هي التصرفات تتشابه غض النظر عن اللبس، سواء في عدم محافظة على البيئة، في قطع الأشجار، علينا سواء بقصد أو بغير قصد نحافظ عليها، نشوف هذا المبدأ الصحيح ونحافظ عليه. الله، لأن إحنا بأجيالنا هذه البيئة لنا ولغيرنا. الله عليك. الله، الله عليك. أبو هدى. الله عليك أبو هدى. طلقة طلقة صدق طلقة. هذا الكلام الزين عودان حميدا يا طلقة، عودان حميدا يا طلقة، عودان حميدا. الله الله الله، الحمد لله. والله كلمات تشرح الخاطر. طلقة أنت مريض؟ نعم. والمرض هذا أثر علي، أصابك ومعدي على عقليتك، وأنا مقدر مقدر، والظاهر أن هذه آخر حلقة لك أنت. ودع الجمهور واذهب. أنا بودع الجمهور وأقول في كل مكان فيه درباس وطلقة، بس مو بنفس الشكل واللبس، في نفس التصرفات. يا حبيبي روح 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 روح، حافظوا على بيئتكم. أثر عليك لبيب، حافظوا على مبادئكم. هذا الكلام، حافظوا على بيئتكم. الله عليك، حافظوا على مبادئكم. الله عليك، حافظوا على مبادئكم. غسل مخك، حافظوا على البيئة. يلا حافظوا على البيئة. غسل مخك هذا لبيب، هذا غسل مخك. شغال غسيل أنا، شغال غسيل أنا. هذا الزين يا أبو، احمد ربك، احمد ربك ان الرجال حتى الان واقف على رجليه، كله من معلوماتك الغلط. لا حول ولا قوه الا بالله. ما حد ضرب على يده. انت وش دخلك تتكلم؟ ليش ياخذ معلوماتي؟ ليش؟ اجل دقيقه، لا تاخذون معلوماته، بكره بعد بكره تتضررون، ترجعون تقولون يا درباس انت قلت كذا، بيقول لكم. ليش تاخذون معلوماتي؟ نعم يا استاذ لبيب، سمعت يا دينا ويا احمد كيف نكب الرجال الان وهو حاط في تجربه؟ كيف لو اعطاكم معلومات خاطئه؟